إذن مشاهدينا الكرام متواصلين إياكم بفقراتنا الصباحية. من بعد الرياضة الصباحية معوديكم كل حلقة لازم تكون عندنا فقرة محور الصباح، لكن اليوم ما راح تكون عندنا فقرة محور الصباح، إنما استبدلناها بفقرة مع أو ضد لأهمية الموضوع اللي راح نتطرق له بهذه الفقرة تحديداً. أصحاب الدراجات اللي هي تكون عجلتين أو أصحاب الدراجات اللي تكون ثلاث عجلات اللي هي السوتوتة أو التوك توك، كنا نعرف اليوم هوايد تصير مخالفات على هذا الموضوع. أصحاب الدراجات النارية هوايد تصير مشاكل عليها، دي يسمع بين حين وآخر تم اعتقال كذا صاحب دراجة بسبب مخالفته المرورية أو بسبب أنه هو ما مسجل دراجته النارية. فاليوم في قرار أكيد كلكم سمعتوا عنه اللي هو من قبل مديرية المرور العامة، قامت بغرامة لكل شخص اليوم خاصة لأصحاب الدراجات النارية، غرامة قدرها 100,000. هذا الموضوع أو هذه الغرامة تم تطبيقها على أصحاب الدراجات النارية، لكن اللي يتواجدون بالطرقات السريعة، إنما حصروا هذا الموضوع لازم تكون الدراجات النارية أو السوتوتة أو التوك توك فقط في المناطق السكنية أو داخل المناطق يعني داخل هذه المناطق اللي هي المناطق صح. السكنية مثل ما ذكرت. هذا الموضوع صار بناء على حوادث معينة تصير، أو قبل فترة كنا شفنا فيديوهات وشاهدنا بعض حالات الاغتيال تصير كله من أصحاب أو بعض، حتى لا يزعلون علينا أصحاب الدراجات النارية وأصحاب التوك توك والسكتوتة، كل الحب والتقدير لهم. إحنا ما ممكن ننسى ولازم نستذكر بالتظاهرات اليوم المساعدات والعمل الإنساني اللي قاموا به أهل التوك توك أو أصحاب التكاتك، فبالتالي قاموا بالإسعافات الأولية بمساعدة الجرحى الشهداء المتظاهرين اللي صار في سنة 2019 بشهر العاشر تحديدا. لكن اليوم بعض حالات الاغتيال اللي نشاهدها، نشوف شخص على دراجة نارية قام باغتيال فلان أو الشخصية الفلان، أو السرقات أيضا نشوف النساء بالشوارع، يعني صارت حالات السرقات مثل ما ذكرت أموال حقائب نسائية وغيرها، فشوف أغلب المشاكل أو البعض منها لأصحاب الدراجات النارية. لهذا دائرة المرور العامة أو مديرية المرور العامة صاروا ينتبهون أكثر لهذا الموضوع، وللأسف بعض من أصحاب الدراجات النارية تشوفها هو أصلا ما عنده تخويل ولا مسجلها بدائرة المرور العامة، فتشوف صار عليها غرامات وصار مخالفات وأيضا حجوزات. فمع أمضة هذا القرار فأكيد إحنا ننتظر آراءكم من خلال اتصالكم بينا. فعلا، ومثل ما ذكرت حسناء وقالت إحنا أكيد ما نعمم كلامنا أكيد، لكن إحنا عندنا بعض ضعفاء النفوس اللي يستغلون يا إما الدراجات أو السوتوتات أو التوك توك بنفس الوقت حتى يقومون ببعض العمليات الإرهابية صح. بعض عمليات الاغتيال. فبالتالي إحنا اليوم بما أنه دائرة المرور العامة خلت هذه الغرامة اللي قيمتها 100,000 دينار للمخالف، وبالتالي منعت أنه أي دراجة أو أي توك توك أو أي سوتوتة تكون يا إما على الطرقات العامة السريعة أو تكون داخل المناطق السكنية صحيح. وأيضا هنا دور قائم مقام المحافظات بأي محافظة من محافظات عراقنا الحبيب أنه يكون مسؤول عن موضوع الدراجات وموضوع التوك توك وموضوع السوتوتات أن تسجل لصاحبها يعني اسم المالك، وبالتالي يكون أيضا عنوان السكن الدقيق ورقم الهاتف البطاقة السكنية أو البطاقة الموحدة. كنا نعرف أنه بالهند موجودة التكاتك بشكل جدا كبير صح. وبالتالي كل صاحب توك توك عنده هوية وباج خاص بصاحب التوك توك صح. اللي يكون بها اسمه منطقة السكن أيضاً. بالضبط منطقة السكن ورقم الهاتف تكون مسجلة بلقاء مقام المحافظة وبالتالي موجودة أيضا بدائرة المرور العامة. فإحنا اليوم هذه الغرامة اللي قيمتها 100,000 دينار هي لخدمة وصالح المواطن العراقي، لأنه مثل ما ذكرت أنه بعض ضعفاء النفوس اليوم يستغلون الدراجات النارية يستغلون السوتوتة يستغلون التوك توك أيضا للقيام بعمليات إرهابية، للقيام أيضا بعمليات تخريبية مو فقط إرهابية. وذكرت حسناء أنه إحنا ما ننسى الموقف المشرف لكل أبطال التوك توك اللي قاموا بها بساحة التحرير، وحتى اللي تصير اليوم الانفجارات هم دائما يكون الأوائل اللي ينقلون كل الجرحى وينقلون كل الشهداء بالتوك توك. فبالتالي احنا اليوم
مع موضوع انه الغرامه اللي قيمتها 100,000 دينار لاصحاب التوك توك واصحاب الدراجات والستوتات اللي تكون يا اما على الطرقات الخارجيه او تكون داخل المناطق السكنيه او غير مسجله. فحتى تحافظ على سلامتك وتحافظ على نفسك من هذه الغرامه والمساعده القانونيه، اسجل التوك توك، اسجل الدراجه او الستوته يعني باسمي والمنطقه والعنوان، كل هذه التفاصيل يعني ما ياخذ من عندك وقت كبير. صح فعلا. يعني يضمن بها سلامته صح. ويضمن بها نفسه من المساءلات القانونيه، وبالتالي حتى يقدرون يحصرون الناس اصحاب النفوس الضعيفه اللي يحاولون زعزعه الامن عندنا بالعراق، واللي يحاولون ايضا انه يستغلون الدراجات والتوك توك وحتى الستوتات. ارقامنا ظاهره وياكم في اسفل الشاشه، راح ننتظر كل اتصالاتكم انا وحسناء حتى نسمع منكم انتم مع او ضد هذا القرار بالغرامه اللي قيمتها 100,000 دينار لاصحاب الدراجات والتوك توك والستوتات اللي غير مسجله واللي يقومون بالعمليات التخريبيه. فعلا يعني انت اليوم صاحب الدراجه الناريه او الستوته او التوك توك، اعتبر نفسك عندك سياره، مثل ما انت صاحب السياره او الشخص عنده سياره لازم تسجل، وما ممكن تمشي بشوارع بغداد الا تكون مسجله. فبالتالي ايضا هذه الغرامه بسبب بعض الاشخاص اللي اساسا هو مخالف او يشوف الموضوع كل صعب. يعني للامانه خلي نذكر نقطه جدا مهمه، اليوم اصحاب التكاتك بنسبة 90% هم يسترزقون على هذا الموضوع. شوفه هو عنده توك توك حتى، فبالتالي يعني هو مصدر رزق له، يقدر يعيش هو وعائلته، هو يعيش هو وعائلته بالضبط. هو غايته اليوم من عنده هذا التوك توك او هو مالك هذا التوك توك، بالتالي حتى يعيش ويسترزق من خلاله. انت اليوم بسببك البعض اللي اساسا يخالف، اللي ما عاير اي اهميه او يعير اي اهميه لهذا الموضوع او اصلا ما مسجلها بدائره المرور العامه، راح تعم على البقيه او على الاشخاص اللي يسترزقون من خلال موضوع التوك توك. اما اصحاب الدراجات الناريه فما انت ما لك اي عذر اليوم، مجرد هو راح يكون لك وسيله حتى وسيلة نقل بالضبط وسيله نقل من والى وبالعكس. فبالتالي يعني لو ركز على موضوع اصحاب التوك توك، لا موضوعهم جدا حساس وحرج، لان مثل ما ذكرت هو بالنسبه الى مصدر رزق بالدرجه الاولى والاساس. اما اصحاب الدراجات الناريه فاحنا ذكرنا هذا الموضوع، لكن بالتالي نجمع الكل اصحاب الدراجات الناريه، ستوته، التوك توك، يا ريت تقومون بهذا الاجراء. ايضا حابين ننوه على موضوع اصحاب الدراجات الناريه او التوك توك، اذا تشوفونا من خلال هذه الحلقه يا ريت تشاركون من خلال ارقامنا الظاهره في اسفل الشاشه، نحب نعرف انتم مع ام ضد هذا القرار. فعندنا اول اتصال ويا احمد من بغداد. وياك راح يكون ويانا احمد. الو احمد، صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. حبيبي تحياتي لك ولكل العاملين. شكرا لك، شكرا لك احمد. احمد يمكن سمعت انه احنا بنحكي عن موضوع الغرامه اللي قيمتها 100,000 لاصحاب الدراجات الناريه والستوتات والتوك توك، انت مع او ضد هذا القرار؟ والله انا مع، لان يا ريت تنظم يعني شوارعنا هذا التخلف، وجود التوك توك، وجود الدراجات الناريه، يعني اكو حوادث يعني كثيره تسببوا بها يعني خلقوا فوضى وخربطه بالشارع غاب النظام. يعني احنا اكيد يعني هنا ما راح نظلم البعض منهم، لانه مثل ما ذكرنا قبل شويه هي وسيله رزق لهم، بس لكن بشكل نظامي اكو مناطق نظاميه خاصه لهم تكون موجوده، اسجلها بدائره المرور العامه، لانه البعض منهم اكو هوايه مخالفات يسببوها بالشارع. يعني وجهه نظرك استاذ حبيبي واختنا العزيزه، اكو عمليات اغتيال عن طريق الدراجات الناريه، صح يعني مشاكل مع اصحاب السيارات، اكو عصابات تفتعل مشاكل مع اصحاب السيارات حتى ياخذون من عندهم مبالغ ماليه، يعني صح حتى تكون يعني الفصول العشائريه، يعني اغلب المراهقين هم اصحاب الدراجات الناريه، بالتالي خطر عليهم يعني صح. من السوق خطر عليه يصير. صح، انا جدا شاكر وجهه نظرك احمد، يعني هي وجهه نظر صحيحة وبنفس الوقت مو صحيحة، لأنه أنت ذكرتي قبل شوي هي وسيلة رزق للبعض، حتى الدراجات هي اليوم وسيلة رزق لأصحاب الدليفري. صح. يعني وأكو مندوبين هواية أيضا يستخدمون الدراجات. يعني هنا المعادلة تحيرنا،
لانه اكو ناس هم يسترزقون منها واكو ناس يحاولون انه يشوهون بسبب الناس الزينه بسبب البعض اللي ما ملتزمين بهذه الاجراءات تعموا على الاشخاص اللي هم بالنسبه لهم مصدر رزق لهم وماشيين سيده مثل ما يقول لك. بالضبط. عندنا اتصال اخر من وليد. يسعد صباحك يا وليد وحياك الله. وليد ممكن تنصينا صوت التلفزيون حتى الاتصال يتأمن وما ينقطع. يا أهلا وسهلا بك وليد، حاب أعرف رأيك بموضوعنا لهذا اليوم، أنت مع أو ضد هذا القرار من قبل دائرة المرور العامة؟ تفضل. صباح الخير. يسعد صباحك، يا ريت لو تنصي لي صوت التلفزيون الله يخليك، لأن رأيكم كل شيء يهمنا، ما نريد الاتصال ينقطع. والله أنا ما على القرار. شنو السبب؟ حابين نعرف رأيك والسبب نفس الوقت. ليش تشوف إنه أنت مع هذا القرار؟ لأن يعني خلنا نحكيها بالعامية، سووها بدون ملح. شلون؟ يعني أنا أمشي بسيارة ويجيني برونة بالتوك توك. أمشي أطب على منطقة يجيني بالدراجة برون، أخاف أضربه وأنا المسبب. لا، والمشكلة تعرف شنو المشكلة يا وليد؟ الحوادث اللي تصير وهو المتسبب يكون الحق يكون كله وياه، انت تكون الظالم بالموضوع. ده تعرفوا هذا اصعب ما بالقضية، يعني انت ما عندك مخالفات، انت اليوم سياقتك ممتازة، فبالتالي بسبب هذا الموضوع تصير اكو اشكالات. والسبب اطلع انا الغلطان، يعني حسب ما اقول بوجهكم. زين اجي انا امشي بكش بسيارة، ذاك اليوم جاني واحد بتكتك برون. زين صحيح هو السبب رزقه على عيني وعلى راسي. سابقا شلون كان يشتغل؟ ما كانت اكو تكاتك ولا كانت اكو دراجات. زين انا يعني مع هذا القرار واتمنى من السيد المرور يطبق هذا القرار. طيب ذكرت يا ريت من دائرة المرور وجهت لهم رسالة، اريد من عندك رسالة اليوم لكل اصحاب التكاتك او الدراجات النارية، فد نصيحة او رسالة. اكو ناس اصحاب رزق على التكاتك صحيح. زين اكو ناس في تعيش على باب الله. صح. وهل الدراجات يعني عمليات اغتيال، عمليات سرقه. صح. بالشوارع يسرقون جنط النساء. زين يسرقون موبايلات من العالم. صح. يدعمون العالم ويطلعون قبل يتجاوزون. يعني انا اشوف واحد البارحه على سعر الطيران ممنوع طب دراجه، ويجي ابو الدراجه ويعبره يصيح عليه يصيح عليه يصيح ابو القوات الامنيه من يصيح عليه ما ادري يسمعه، اكيد حيرمي من فوقها طلق ناري. وما تعرف منو ما منو ذولا تشوفين عدة اختيارات صارت من وراء الدراجات النارية. فعلا اكيد مدير المرور ان شاء الله انه يطبق هذا القرار وينجح ان شاء الله. لا هو خلص طبق القرار وصدر من قبل دائرة المرور العامة. صح. شكرا لك ولاتصالك يا وليد وايضا لرأيك. فعلا اليوم بسبب بعض الاشخاص اللي هم مالكين للدراجات النارية والتوك توك يعمون على البعض، ومثل ما ذكرت اهم نقطة اليوم، هذه النقطة انا شخصيا زعجتني، يعني شوف اغلب الحوادث اللي تصير يكون المتسبب بالحادثة هو اصحاب الدراجة النارية. صح. وبالتالي يطلع يكون على صاحب السيارة. بالضبط، وعلى صاحب السيارة هو اللي يكون غلطان بالقضية كلها، ولازم يكون لا سمح الله إذا يعني توفى صاحب الدراجة لازم تكون قاعدة عشائرية إذا بيشخط فصلية يعني بالضبط. طيب وتدفع تكاليف. صح. المستشفى وما إلى ذلك، تصليح الدراجة أو غرامة الله أعلم. فاليوم بسبب بعض الأشخاص اللي أني خلي أسميهم الأشخاص اللي عندهم نوع من الطيش أو المراهقين، يعني لزعلون علينا، كنا مرينا بهذه المرحلة، مرحلة المراهقة، بس اليوم أكو إنصاف بالموضوع أو أكو عقلانية. لكن ذول الأشخاص اللي دنشوفهم للأسف يعني ما عندهم هذا العقل وعي أو الوعي الكافي. صح. بالضبط. ويانا من محافظة ديالى ياسين، صباح الخير ياسين. صباح الأنوار عليكم على قناة رشيد جميعا. الله يسلمك ياسين، سمعت الموضوع، أريد أعرف وجهة نظرك. احنا مع القانون قلبا وقالبا، لكن هنا علامة سؤال. نعم. يعني الرسوم خصوص التوك توك والسجنتة يعني 300 ألف مبلغ كلش كبير. 100 ألف ما حد ما قال. أنت الغرامة؟ الرسوم. أنت قصدك رسوم التسجيل، رسوم التسجيل 300 ألف صح؟ أي نعم. والدراجات النارية 100 ألف. يعني مبلغ كلش مرتفع، يعني احنا من خلالكم الناشد مديريه العامه للمرور انه تخفض هاي الرسوم. تمام، انا بهاي النقطه وياك. اقصى حد ممكن. انا بهاي النقطه وياك، لانه اليوم الناس اللي قاعد ترتزق بالتوك توك
يعني مو ما اعتقد هو عنده المقدره انه يوفر ل 300,000 يعني، لانه هو يا دوب يا دوب اللي يطلع له 25 او يطلع له 15,000 باليوم الواحد. فاحنا رسالتنا ايضا نوجهها لدائره المرور العامه انه يتم تخفيض تكاليف الرسوم الخاصه بتسجيل التيك توك، حتى البعض اللي ما عنده المقدره انه يصرف هذه المبالغ يكون الى مبلغ. واكو نقطه ثانيه استاذ، تفضل. بالنسبه للدراجات الناريه، اغلب الدراجات اللي بالشارع بنشوفها هو من ماركه الايراني، يعني هي اصلا داخل العراق بدون جمرك، داخل خلينا نقول العاميه نسميها تفصيخ، يتم تجميعها داخل العراق. نعم، يعني هي دراجه نطل لها سنه سنتين تنتهي. صح. زين شلون يرقمها؟ المفروض اكو قد اعتماد على ماركه معينه وجوده، ام تاخذها بعين الاعتبار؟ صح، منشا معين. صحيح. اي والله، فاحنا من خلالكم الناشد المديريه يعني الله الله بالمواطنين. ان شاء الله، شكرا لوجهه نظرك. واكو نقطه ايضا اخرى يعني يمكن انا شايفها وانتم شايفيها وحسناء، يعني قبل ما ناخذ ام احمد، حتى الستوتات اليوم اللي قاعد تحمل يا اما نشوف بها اثاث او نشوف بها حديد او نشوف بها انقاض، واللي يطلعون بالشوارع ويشوهون صوره الشارع، تصير حوادث جدا كبيره. يعني حتى اثناء ما انه يستدار تحسيها حتنقلب. بحياتي لا مجربت توك توك ولا الستوتات ما صعدتها الحمد لله. ويانا اتصال من ام احمد. يسعد صباحك يا ام احمد. ما اجرب. ام احمد صباح الخير، يا هلا ومرحبا. صباح النور، اهلا وسهلا. حياك ام احمد، حاب اعرف رايك بهذا الموضوع، تفضلي. اي نعم، والله هو القرار صائب، لانه اكو بعض الشباب استغلوا قياده التوك توك وقياده المطارح يعني نقول الدراجة الهوائية بصورة غير صحيحة. صح. ليش؟ لأنه يعني استغلال، تعرفين شبابه من يصير بيده حادث شلون هذا، لأنه صح. أول شيء صغر عمرهم يعني. صح. مو يعني أو 15 سنة أو أبو 16 سنة أو 13 سنة نشوفه يأخذ التيك توك أو الدراجة ويمشي بيها. هذا قرار يعني فشي مو صحيح. والشيء الثاني يعني هم اقول انا هم اصحاب ارزاق، بس لو داخل المنطقه يعني هم فايديننا مثلا من نروح للسوق نروح نسوق ونرجع، مثلا نوصل لراس الشارع العام ونرجع، فايدتنا. بس هو اهم فشي لازم يسووا لهم يا الحكومه. هسه احنا من نروح مثلا دول نشوف خالي لهم خط خاص للبايسكل لاهل شو اسمه الدراجه الناريه، مكان مخصص لهم فعلا، لهم مكان مخصص. ما هم حقهم أمير يعني، أنا ما عندي إمكانية أشتري سيارة، عندي دراجة هوائية أوكي اللي خط مخصص هذا ما أقدر عبره، وإذا سويت يعني مخالفة أخذ عليه غرامة. أحسنت يعني، على الطرفين يوقع فعلا هذا القرار. يعني ذكرتي نقطة جدا مهمة، شكرا لاتصالك يا أم أحمد. اليوم من خلال الله يسلمك، من خلال المتصلين يعني حلو اليوم اكو نقاط، حتى لو احنا يمكن لا على البال ولا على الخاطر ولا بالحسبان، هم بالضبط يعني دينوهون على نقاط جدا مهمه، من ضمنها الاخ اللي متصل اللي كان قبل قليل دا يذكر يعني اليوم هو صاحب التوك توك او التوك توك، شوفه هو اصلا من العوز، لو عنده كان اشترى سياره واسترزق بيها، واكيد الاجور تكون اغلى، بالتالي اشترى توك توك حتى يكون مصدر رزق له. لكن موضوع الرسومات يا دائره المرور العامه، كل الحب والتقدير لكم، كلش هوايه 300,000 يعني فعلا مثل ما ذكر مصطفى، هو بيوم كامل يعني الشغل اللي يشتغله ما بي اصلا 15 او 20,000، فبالتالي عنده مسؤوليات كلش هوايه، فانت تريد من عنده يطبق القانون، لكن القانون يلي يطبقه ساعدوا. هو ساعده يعني تريدون يطبق القانون، فيا ريت يعني حتى لو هي 100,000 حتى لو 100,000 مثل تسجيل الدراجه يعني همين مبلغ معقول نوعا ما. بالضبط. ويانا اتصال اخر. الو، السلام. ابو زهراء صباح الخير. صباح الخيرات. صباح العافيه، تفضل. عليكم. عليكم السلام وعلى مشاهديكم ان شاء الله وقناتكم الرائعه. بالنسبه لهذا الموضوع، نعم، احنا لا نرد باللوم كله على ابو الدراجه وعلى صاحب التوك توك والتاتوته. اساسا هي العبثيه الاستيرادات من الدوله اساسا، يعني لما بدوا التجار والمنتفعين يبلشون بهذه الاستيرادات العبثية من أي مكان من أي دولة من أي جهة بدون حساب للطرق لاستيعاب المجتمع لهذا. اثنين، غياب القانون
بهذا الموضوع تماما. نعم. شلون غياب القانون؟ يعني اليوم الطفل يسوق الدراجة، الطفل يقود التوك توك. صح. يعني نعم اكو عوائل فقيرة نحتاجها، ولكن العشوائية اللي صارت بهذا الموضوع انه ما يقدر الشرطي ولا شرطي المرور ولا اي جهة امنية تقدر تحاسب ابو الدراجة او ابو الفتوتة مهما سوى بالشارع. هذه يعني غياب تام للقانون. صح، محاسبة قانونية ماكو فعلا. نعم. الشغلة الثالثة والمهمة ايضا انه انا من اضع رسوم عالية على تسجيل هذه الاليات راح ما يقدرون، يعني هو مشتغل دراجة كلها 250. احنا هسه ذكرنا اكيد هذا الموضوع وحكينا به بالضبط. يعني انا لو اسوي الرسوم رمزية حتى لو 25,000، الغاية منها مو يعني مو الرسوم، ولكن حتى انا اسيطر اطبق نظام وقانون بالضبط. انا اقوم انا كمستخدم للطريق يعني بسيارتي من يخالف ابو الدراجة اقدر اخذ رقم هاي الدراجة، اقدر اخذ رقم هذا الفتوت فعلا. أقدر صح، اخذ رقم هاي الفتوت. صح، هذه عبثية بكل شيء، حالة حال كل هذا كله كله سبب غياب القانون. غياب القانون احسن. شكرا لكم. شكرا لك ابو زهراء. شكرا لك ابو زهراء. احنا طبعا يعني يمكن اني او حسناء احنا يأسفنا من نحكي ونقول غياب القانون غياب القانون، لانه اساس كل دولة القانون. يعني هذه النقطة يمكن كلش تحز بداخلنا من نجي نذكر ونقول غياب القانون. صح. وما عندنا قانون وماكو محاسبة قانونية. احنا لازم اول نقطة اساسية اللي نحكي بيها بحيل صدر انه عندنا قانون، عندنا نظام، عندنا محاسبة قانونية. ماكو اي ثغرة حتى المشكلة. يكون كل اللوم عليهم. صح. على البعض مو الكل. عندنا اتصال اخر من ابو مازن، ويسعد صباحك يا ابو مازن وحياك الله. صباح الخير سيد حسناء. يا اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ مصطفى. صباح العافيه. يسعد صباحك. حابين نعرف رايك يا ابو مازن بموضوع فقرتنا. انا مع القانون. شلون؟ احكي لي السبب. السبب زين. عمره 10 سنوات ويسوق توك توك او دراجه. كارثه. صح. والمشاكل اللي تجي من وراهم، اللي ضربته انت تتغرم، واللي ضربه كم انت تتغرم. ما يقول اني ويخلي اللوم على نفسه، اللي هو انت اليوم والد او والدته، اكثر شيء خلينا نقول الوالد، يعني انت بهذا العمر ومخلي ابنك يعني مثل ما يقول لك يدور على حل شعر راسه بهالعمر ويقود دراجه ناريه، وبالتالي طبعا هو اولا صغر سنه، ثانيا يعني اليوم لو يلتهي بالدراسه احسن ما مخلي الماطور ويفرفر به، صح لو لا؟ شد حسنا على الكلام، ما نوقف بالتقاطعات. زين دا سمعك تفضل. هم ما يمتثلون الإشارة في المرور، الإرباك بالشارع. صح. بالتقاطعات، الحوادث، المشاكل، السرقات، حالات الاغتيال وإلى آخره. فبالتالي اليوم دفعت دائرة المرور أو مديرية المرور العامة لهذا القرار يلي كلكم أجمعتوا على أنه هو قرار صائب 100%. والله يا ريت يتفعل هو متفعل، احنا نلتزم به. واشكركم على هذا البرنامج انتو الاستاذ مصطفى، واحنا اللي نشكرك ونشكر رايك واتصالك يا عيني انت. فبالتالي دنشوف جميع الاتصالات هم مع هذا القانون. صح. لكن بصراحة اليوم بعض الثغرات يا ريت، واني اتمنى من مديرية المرور العامة تشاهد هذه الحلقة وما تسمعنا احنا اللي نحكي، انما تسمع المتصلين والتفاصيل اللي ادلوا بها، اللي يا ريت لو يتم معالجتها حتى اليوم. من انت تريد يطبق القانون حتى اصحاب التوك توك او الدراجات النارية ما يقول لك والله اني، او يحكي هو ويا الحق، حتى لا نقول اليوم القانون مخلي كل التفاصيل والتسهيلات، لكن التقصير من أصحاب التوك توك والدراجات النارية. والله إحنا وياكم نحكي هذا الكلام لمصلحتكم وخوفكم طبعًا. أو خوفنا عليكم، يعني أبد للزعلوم من نحكي هذا الكلام أو قساوة. إحنا بالتالي نريد بعض الأشخاص يلي ما طبقين القانون حتى ليعم على الجميع هذه الأمور. ويانا أيضا علاء من كربلاء. صباح الخير علاء. صباح الخير استاذ. صباح العافيه. علاء الله يسلمك. الله يخليك علاء. انت اليوم
مع أو ضد موضوع الغرامة المالية اللي حكينا بها لأصحاب الدراجات والتوك توك والستوتات؟ اولا صباح الخير على قناه الرشيد صباح وعلى النور. كل العراقيين الشرفاء واللي يحبون تطبيق القانون والمضي دائما بالصح. نعم احنا موضوعنا اليوم او قضيتنا بالعراق انه هو ما عندنا شيء اسمه تطبيق القانون مع الاسف. مبدئيا احنا لازم نركز على هذا الموضوع انه ماكو شيء اسمه تطبيق القانون، دائما القانون ما موجود وكل يعمل على هواه. المفروض احنا باستمرار عندنا قوات أمنية، عندنا جهاز رقابي، محاسبة، كل شيء موجود يطبق القانون بحذافيره، لأنه من أسأل من من العقاب أسأل أدب. صح. هذا واقع. فعلا. إحنا طبعا قلوبنا وكنا مع الفقراء والمساكين. هذه أكيد ما تقبل غلط. الدراجات هي الناس فقراء، مو ناس اللي عندهم أموال طائلة. مصدر عيش. سيارات فارهة. نعم. مصدر العيش تكون لهم أكيد. احنا نتمنى انه يصير تطبيق للقانون، يعني الشخص اللي المفروض اكو مجموعه واجبات يقوم بها وخليه يطلع بالدراجه، خليه يطلع بالسياره، خليه يطلع بالتيك توك، هذا واقع. هو يريد يعيش مثلي مثله. صح. احنا كل احنا بهذا البلد نريد نكون متخاوين متحابين، ناكل من هذا الخير لهذا البلد، بس ما نضر بعضنا، ما نأذي بعضنا، ما نعتدي على بعض. صح. باي طريقه. صح. هذا الشيء ما نقدر نسيطر عليه إلا بوجود قانون. قانون طبعا. وجود أشخاص شرفاء يطبقون هذا القانون. إن شاء الله نتمنى إحنا تطبيق القانون. شكرا لك علاء. فعلا إحنا كليتنا هدفنا الأساسي دائما موضوع القانون، القانون، المحاسبة القانونية. وأني يعني يمكن أكفت قانون كلش أهم اللي هو القانون الأسري. يعني كل بيت اليوم ما أعتقد الأم روح ابنها تكون سهلة عليها ومو عزيزة عليها روح ابنها اللي هو عمره 10 سنوات واللي عمره 12 سنة و13 سنة ويقود دراجة نارية، وإحنا كنا نعرف الماطور كتال صاحبه، هذه ما تقبل غلط. يعني وهواية ناس هم أبطال وفطاحل بقيادة الدراجات النارية وصار لهم حوادث وفقدوا حياتهم ومشكلة الدراجة يعني بالشارع يمكن حصواية بشدة السرعة اللي هي بيها طبعاً. تغير مسارها وتسبب حوادث يعني. فإحنا لا أني ولا حسنا هدفنا لا إساءة ولا تشويه ولا هدفنا أنه قعدوا ببيوتكم ولا تشتغلون، لا. إحنا أيضا رسالتنا وجهناها لإدارة المرور العامة أني وحسناء وطلبنا منهم أنه تخفض أسعار الرسومات حتى يقدرون يسجلون الدراجات ويسجلون التوك توك حتى نمشي بنظام وقانون صحيح يطبق عندنا على أرض الواقع بالعراق. طبعا حاليا عندنا اتصال من صفاء من كربلاء. يسعد صباحك يا صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، يا اهلا وسهلا. حياك حياك كل الهلا. حاب اعرف رايك بهذا الموضوع، انت مع ام ضد؟ اول والله احنا بالنسبه لنا احنا ويا القانون. زين ويا هذا القانون، بس احنا كذي ابو التيك توك مثل ما تعرفون يعني هو اذا حصل لك 15 او 10,000 اذا غرامه او رسومات 100,000 من يجيب؟ صح. ماكسيمم 25 يعني مقبوله، ممكن يدبرها يعني خلينا نقول اليوم من رزقه ممكن يخصص هذا المبلغ لتكاليف الرسومات، لكن فعلا 300,000 كلش هوايه. 300,000 هوايه. صح. يعني انا اقول لك اذا هو يجيب 10,000 انا احكي شو بتك احتياجات. زين. حبيبي. حلو حلو زين. يعني انت صاحب القضيه. زين. انا احكيت هاي اكو ناس عدته. الحمد لله شكرا الله يرزق العالم احنا من واحنا من عتب. امين يا رب. بس انا جاي احكي لك انا قاعد اشتغل انا قدامك. زين علاء صفاء العفو، انت حضرتك يمكن اصلا من اشتريت التوك توك حتى يكون مصدر رزق لك صح؟ صحيح. مسجل هذه التفاصيل يعني انت حسب الاصول مسجله بدائره المرور؟ احنا ذكرنا مسجله غالي يعني 300,000 دنجي. زين انت بما انه سجلتها دفعت 300,000 صح؟ ما مسجلها لحد الان. انت مسجلها لو ما مسجلها صفاء؟ لا لا بعدنا ما مسجلها. بعدك ما مسجلها. اوكي بس انت من اشتريت التوك توك انت اكيد تعرف ب تكاليف الرسوم صح ولا لا؟ القانون حطها على راسي هو لازم ما هاي مو صفاء خلينا نكون واقعيين. صفاء خلينا نكون واقعيين، ما انه انت من البدايه تعرف بتكاليف الرسوم اللي هي 300,000، ما انت اساسا من اشتريتها اكيد ما يعني صعبه عليك انت تمشي بشوارع كربلاء وبالتالي انت ما مطبق القانون واكيد انت متخوف باي لحظه ممكن تكون عليك غرامه صح لو لا؟ صحيح. فبهالحاله ايش راح تسوي؟ بس انا جاي اقول لك انا برقبتي عاليه يعني اذا انا 15,000 او 300,000 من اجيب؟ زين زين ايش قد ممكن تسترزق باليوم من التوك توك؟
ايش قد يعني يطلع لك رزق تقريبا؟ توصل ال 25 او اكثر؟ لا الله لا. يزيدك مهما يكون. والله كلمه الحق 25 20 بالحدود. يعني فعلا الله يساعدك والله يرزقك، وانت اليوم شخص يعني صاحب توك توك تسترزق على التوك توك، فبالتالي نتمنى من هذا البرنامج ومن حضرتكم زين الريد الجزمه ساعدونا ان شاء الله يا رب توصل رسالتك ويوصل صوتك واحنا نوهنا الجميع ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا صفاء، وتحياتنا لكل اهلنا بكربلاء، واحنا نوهنا على هذه النقطه. يعني اليوم اي اتصال طبعا احنا نوهنا على هذا الموضوع الغرامة وما الى ذلك، لكن بكل اتصال ينفتح ملف معين وبيه شكاوي لكل من قبل الناس لدائره المرور العامه. فاحنا نتمنى بما انه احنا نريد نطبق القانون يا ريت نساعد الناس اللي احنا موجهين لهم هذا الموضوع اللي هم اصحاب القضيه، اصحاب التوك توك والدراجات. يعني اليوم ما شاء الله على كربلاء المقدسه منورينا باتصالاتهم، ويانا ايضا ابو حسن. السلام عليكم. صباح الخير ابو حسن. صباحكم الله بالخير والبركه. صباح العافيه عليك يا ابو حسن. علينا وعليكم ان شاء الله على امه محمد. يا رب للجميع ان شاء الله امين. بالنسبه للموضوع موضوع اهل الدراجات، نعم هم اغلبهم ناس فقراء مساكين على قد حالهم، هذا ما يختلف عليه اثنين دراجة ويروح ويرجع بيها. نعم. واكو ناس صحيح شويه مشعوذين حشاك بالشارع، يعني مع احترامي لكل الطيبين. نعم. يعني اكو ناس دهال بس ما تنخبط الناس كلش. لا اكيد طبعا. هم يقطعون الموضوع كله من هذا كله ويسوون ارقام وسنويات ويسهلون الامور على المواطن ويخلونا ان شاء الله بسيطه. هو احنا حكينا المعامله تكون سهله سلسه، احنا حكينا بالموضوع الرسومات تكون بسيطه، تكون اسعار بسيطه. يشتري دراجه والله ما يشتري. لا طبعا اكيد يعني. هو هسه انا عندي دراجه، والله عندي دراجه اروح بها الشرجه وارجع، يعني انا هل معقوله يعني اكو رسومات تضاعف عليه؟ والله انا يعني واحدنا من يقدر يطلع 25 باليوم، واللي عنده عائله ولا عنده يعني مرضى بالبيت، يعني قول لي شلون يصير حالته هذا؟ الرسومات تصير بسيطه، واي دراجه والله صغرت او كبرت خلي يطلعوا لها رسومات، يطلعوا لها ارقام، ويلزموا عنوانه وتاريخه وحتى اسم المختار ماله. انت دراجتك رسميه مضبوطه. ابو حسن انت دراجتك مسجلها؟ لا والله شو مسجلها؟ اروح حقها كل شيء ماكو، يقولوا لا ماكو تسجيل، انا مرتي اروح تقول له ماكو تسجيل. اها يعني لحظه هسه احنا طلع عندنا موضوع جديد، انه انت تروح لدائره المرور العامه حتى تسجل الدراجه يقول لك ما عندنا تسجيل. مو يقول ماكو تسجيل هسه، بعدين عود بعدين، او يعني مرتي رحت، يعني انا والله كبير يعني ما ابي لا شمس ولا بحر ولا برد، وهي شايلتني. أم البيت وجايبتني. اي موفرة عليك مصاريف التاكسيات اكيد و اكيد والله مسهلة طريقك بالروحة والجيلي محل رزقك. طبعا انا كلش اشكرك واشكر مداخلتك، واحنا وجهنا رسالة انا وحسناء لدارة المرور العامة انه تكون اكو تسهيلات يعني باسعار الرسوم اللي يسجلون بها الدراجات والتوك توك. وذكرت حسناء قبل شوي يعني احنا لو نسميه احنا عندنا فقره ليش اللي دائما نحكي بيها، يعني راح نضيف فقره ملفات، ملف صح عراقي صح ملف صح الواقع العراقي، يعني احنا كل باب نفتحه يفتح لنا الف باب. يعني هو مثل ما ذكر قبل شوي اكثر من متصلين، لو هو لو عنده فلوس ما يشتري توك توك، صح لو عنده فلوس ما ياخذ دراجه حتى يروح ويجي بيها. القانون نقطه كلش اساسيه، انتم اليوم كحكومه عراقيه من واجبكم انه توفرون كل الاحتياجات للمواطن العراقي، التسهيلات، يعني اكو فد فقره بالانتخابات كلكم تكتبون نحن من اجل التغيير. كنا نعرف بالانتخابات نحن من اجل التغيير. حتى تغيرون سياراتكم، حتى تغيرون بيوتكم، حتى تغيرون رواتبكم، لكن مو همكم تغيرون الواقع العراقي. احنا نريد من عندكم انتم كمواطنين عراقيين، يعني ما نقول انه انتم مو عراقيين، انتم عراقيين، انتم جايين حتى تغيرون واقع الشارع العراقي. المواطن حتى يخلص من هذه الرسومات، حتى نخلص من هذه الاغتيالات اللي تصير، حتى نخلص من العوز والفقر اللي عندنا بالشارع العراقي، فعلا نريد مصطلح التغيير يكون لاجل الواقع والشارع العراقي والمواطن العراقي. واني وحسناء ترى احنا عراقيين وايضا من ضمن الناس اللي يريد تغيير لواقع العراق. واحنا وياهم ابد مو ضدهم، يعني بالتالي احنا بنتطرق لهذه المواضيع.
حق الرد مكفول اليوم لدائرة المرور العامة لكل شخص أولا يلي ذكر بأن هو يروح لدائرة المرور لكن يقولوا له ماكو تسجيل، وأيضا على موضوع تكاليف الرسوم اللي هي 300,000، فبالتالي كل شهواية أنت اليوم إذا تريدي يتم تطبيق القانون فإلغي أو عالج كل الثغرات اللي موجودة به حتى يكون فقط الطرف الآخر هو الملام، وإحنا أو أصحاب القانون هم فقط اللي وياهم الحق. فبالتالي يا ريت تكون أكو تسهيلات ومراعاة يعني شويتها النقطة ذكرتها كلها صحيحة، يعني من يقللون أسعار الرسومات حتى المواطن من ما يروح حتى نعرف انه الخلل بالضبط وين بالضبط. المواطن اللي هو قال الرسومات غالية واهل القانون وياهم الحق، احنا ما ملامين باي شيء، احنا مراعيكم من ناحية تكاليف الرسومات وايضا من ناحية يعني الرجل اللي ذكر هو كبير بالسن راح حتى يطبق القانون، فبالتالي مرجعي قايلة انه والله ماكو تسجيل. فيا ريت هذه المواضيع كلها يتم معالجتها، مو فقط احنا اليوم نريد يتم تطبيق القانون واحنا اساسا قانون الثغرات كلش هواية. إذا مشاهدين انتهت فقرتنا بحلقة هذا اليوم اللي هي مع أوضد، لكن مكملين إياكم بفقراتنا الصباحية لكن بعد هذا الفاصل.